يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند البشر؟ فيها فروق كثيرة. الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه، والشفاعة عند البشر تكون ولو لم يأذنوا ولو لم يرضوا. الشفاعة عند الله لا تكون إلا في أهل التوحيد لا بأهل الشرك، لها شرطان. الشفاعة عند المخلوق في أمر لا يعلمه ولا يقدر عليه، أما الشفاعة عند الله فإن الله يعلم كل شيء، ما يحتاج إلى أحد يخبره. أما الملك أو السلطان أو صاحب المنصب فهو يحتاج إلى من يخبره عن أحوال الناس وعن الفقراء، لأنه لا يعلم أحوالهم فيحتاج إلى الشفاعة عنده. أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، ليس بحاجة إلى من يخبره. نعم.